السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. وتصريح جديد لصحيفة الرياضية السعودية بخصوص موعد عودة شارة البث لأجهزة بي أوت كيو. صرح مصدر مسؤول بمجموعة بي أوت كيو لصحيفة الرياضية السعودية بأن قنوات بي أوت كيو ستعاود البث خلال يومين من الآن بعد أن يتم عمل التحديثات، وأن البث سيتواصل من كوبا بنفس السيرفرات السابقة وبدون تعديلات على الأجهزة الأصلية. وناشدت الشركة العملاء الذين يستخدمون ريسيفرات غير أصلية استبدالها بريسيفر بي أوت الأصلي، لأنه هو الوحيد المجهز لاستقبال إشارة البث الجديدة والتي يتم تجربتها الآن بتعميمها على عملاء الشركة من خلال الساعات القليلة القادمة. وبينما كثر الحديث عن سبب توقف قنوات بي أوت كيو، البعض يردد جهات سيادية عليا، والبعض الآخر يقول إن الفيفا هي سبب توقف البث، والمتابعين أصبحوا لا يعلمون الحقيقة من كثرة الأخبار المتداولة حول وقف البث. المؤكد أن الفيفا ليس لها دخل في وقف البث، ولا توجد أوامر عليا بوقف البث، ولكن السبب هو الصيانة والتحديث كما صرحت مجموعة بي أوت كيو. ونوهت أيضا إلى عملائها الكرام بأن يتم عمل مجهودات جبارة من أجلكم، ونعدكم بالعودة القريبة أقوى من ذي القبل. وهذا ما جاء على الحساب الرسمي لقنوات بي أوت كيو التي تعمل على تحديث خاصية اي بي تي في لتجنب التشويش، وهذه الخاصية لا تحتاج إلى سرعات نت عالية، فقط سرعة 3 ميجا للعمل بدون تقطيع. ونشر بعض المتابعين صورة حية لآخر التطورات الجارية، وقال فيها: فقد عاد التردد العامل للقنوات على قمر بدر 6 للعمل، ولكن بدون صورة، وقد بدأت الأجهزة الرسمية في تلقي التحديثات للمشتركين في الخليج، وقد غيرت قنوات بي أوت كيو اسمها، حيث التقطت بعض الأجهزة القنوات باسم جديد تحت مسمى بيوس تي في سبورتس، وهذا دليل على أن الشبكة ستشهد تحديثات جذرية بسبب الملاحقات القانونية التي تتعرض لها من القنوات القطرية. ويمكنكم مشاهدة الصورة لإثبات التغييرات الجديدة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، حرصا منا على إيجاد حلول عاجلة لمتابعة المباريات الهامة، يسعدنا أن نقدم لكم هذا الحل السريع المؤقت لمشاهدة المباريات حتى تعود قنواتنا المفضلة بإذن الله بي أوت كيو. هذه الروابط خاصة بقنوات بي إن القطرية، تستطيع متابعتها عبر الإنترنت البطيء وبدون تقطيع، وقد تكون هي الحل المؤقت السريع حاليا للتغلب على انقطاع البث حتى العودة المنتظرة لبي أوت كيو. ونحن معكم بكل جديد، وسنوافيكم بكل جديد وقت حدوثه، وسنضع لحضراتكم الروابط في أسفل الفيديو. من هنا نكون وصلنا مع حضراتكم لآخر ما وصل من أخبار عن عودة البث لقنوات بي أوت كيو، وفي انتظار كل ما هو جديد تابعونا.